كاين السؤال ربما الناس ليكزاجير شويه، لقينا حتى بعض رؤساء البلديات وين اعضاء المجلس الشعبي البلدي يدي قفه رمضان، نائب يدي قفه رمضان، نساهم معاهم يديو قفه رمضان. ولهذا راني عطيت تعليم للساده رؤساء الدوائر اللي صفيوها تصفيه كامله كامليه، والدليل ان رئيس دائره سيدي علي مؤخرا نح تقريبا 800 واحد بعد ما لقى اتصل بالاقناص والفلاحه وهذيك الامور اخرى. الناس اللي ما تستحقش، حنا هذه المنحه نتاع رمضان السيد رئيس الجمهوريه زاد لها باه تروح للناس الفقراء اللي ما عندهمش، ما يقلبوهاش مصدر رزق ولا مصدر ثراء. ولهذا احنا رانا نتابعوا فيها دوبري حتى نصفيو القواعد تاعنا، انفو واللي عنده حق يدي واللي ما عندوش حق يدي.